اهلا بحضراتكم من جديد وقضيه اخرى او قضيه اخرى من قضايا النادي الاهلي ونادي الزمالك وتصريحات من اعلام نادي الزمالك. والمره دي الكابتن محمد ابو العيله. الكابتن محمد ابو العيله سنوات طويله جدا بيشتغل في الاعلام، احيانا بيكون ضيف في قنوات محايده، فبتبدو تصريحاته بعقلانيه وموضوعيه شديده جدا. اول ما دخل قناه نادي الزمالك فجاه الموضوعيه اللي كان بيتكلم بيها خارج قناة نادي الزمالك اختلفت تماما. يمكن اتكلمنا عنه هنا قبل كده وقلنا حتى لقطة ضرب الجزاء طارق حامد في ماتش سموحة والفيديو شغال، قال هو فين الدهس من طارق حامد على مهاجم سموحة عبد الكريم وادي. المرة دي قضية أخرى وبدأ يتدخل في قصة التنافسية الموجودة في مصر وبيشكك في بطولات النادي الأهلي. نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. الإحصائية الأخيرة للفيفا التي جاءت فيها الدوري المصري في التنافسية جاء في المركز الأخير مع إريتريا وجيبوتي والسودان، هذا مؤشر على ما نقوله وعلى أن الكلام اللي نقوله واقع وليس ابتلاء ولا افتراء على أي شخص أو أي نادي. الحقيقة كلام خطير جدا وكلام مهم اللي حضرتك قلته، أبعاده الحقيقة مهمة جدا جدا، لازم توصل لصنع القرار في اتحاد الكرة المصري. يبقى في احصائيه من الاتحاد المصري الاتحاد الدولي لكرة القدم ان الاقل تنافسيه او من الدول اللي هي ممكن تكون زي اريتريا ودول تكون مش في التصنيف الكبير في كرة القدم. الحقيقه ده كلام يخلينا كلنا احنا كلنا بقى بكل انتماءاتنا، مش بتكلم عن نادي الزمالك، بتكلم عن انتماءاتنا كلنا، صناع القرار بانديه شعبيه بكل حاجه، يخلينا لازم نحط 100 خط ونقف قدام مسؤولياتنا، لان الحقيقه مش لصالح حد ان يكون في اتكلم على اخر 16 17 سنه، كنت بتكلم تحديدا على القصه دي، ان ما ينفعش نادي الزمالك يتساب فتره طويله جدا 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 في عدم استقرار فيؤدي الى نتائج تاثر عليه بشكل كبير جدا جدا فيبعد عن التنافس 16 17 سنه. ما ينفعش ننجو بالتنافسيه في الكره المصريه عشان نعمل دوري قوي في تنافس في عداله في نزاهه في معايير ثابته. ده بس اتكلموا على جدول الدوري، ان في فريق متاخر او فريق بيلعب كتير او فريق بيلعب ولا لا، لو عرفوا الباقي الحقيقه انا اعتقد ممكن يعني يستغربوا اكتر واكتر. معايير الكابتن محمد ابو العيله ان اخر 15 16 سنه مفيش نزاهه مفيش عداله، وبالتالي مسؤوليتنا جميعا مش مسؤوليه نادي الزمالك فقط لا غير، بل مسؤوليه صناع القرار اننا ننشئ دوري فيه عداله وفيه نزاهه عشان ما يبقاش فيه فريق واحد هو اللي مسيطر على بطوله الدوري. وده تعقيب على مين؟ تعقيب على اعلامي اماراتي الاستاذ عادل الحمادي اللي بيتكلم نفس كلام اعلام نادي الزمالك، فطبيعي جدا كان يكون في مداخله مع قناه نادي الزمالك. بس لو هو المعيار لكابتن محمد ابو العيله اللي فكره النادي المستحوذ على اكبر عدد من البطولات في الدوري هو معيار بيفسد المسابقه او بيخلي المسابقه بدون عداله او نزاهه، فانت كده بتغلط في دوريات كبرى كتير قوي. بالظبط، لان ده اجتزاء، هو حب ياخد المعيار ويوظفه لخدمته. اصل ما ينفعش الزمالك ما يبقاش بياخد دوري، كلنا مفترض نساعد الزمالك عشان ياخد دوري بالعافيه. طيب هو فكره التنافسيه دي فكره مجرده، ممكن ما فيش تنافسيه، ولكن تعال نشوف التنافسيه في دوريات عريقه جدا. الدوري الالماني اخر 10 مواسم، الدوري الالماني اخر 10 مواسم 9 بطولات للبايرن ميونخ وبطوله واحده لبروسيا دورتموند. الدوري الايطالي الكالتشيو اخر 10 مواسم اليوفي واخد البطوله منهم 9 برضه يا اسامه. الدوري الفرنسي اخر 10 مواسم باريس سان جيرمان واخد البطوله 7 مرات. هل دي مهنك شويه باريس سان جيرمان؟ لا، عشان كان قبل البدايه بتاعت باريس سان جيرمان دي يمكن اخر موسم في العشره كان لسه الطفره ما حصلتش لباريس سان جيرمان، فهو بيبني استدلال اصلا خاطئ. انت عندك يا اسامه نادي الاهلي لاعب فاينل السنه دي مع الزمالك السنه اللي فاتت، الكونفدراليه النهائي بيلعب فيها بيراميدز السنه اللي فاتت وصل لنص النهائي، بتطلع لاعبين الدوري الاستثنائي في افريقيا اللي بيطلع لاعبين مباشره على البريمير ليج. انت مشكلتك ايه؟ ان الزمالك ما بياخدش الدوري وسلام عليكم. خلاص حاضر، عشان يبقى في تنافسيه هنخليك تاخد الدوري عشان ما تزعلش. خلينا نوضح ان احنا جايبين 3 دوريات من الخمسه الكبرى مسيطر على اخر 10 سنوات تقريبا فريق واحد. هل بيتقال ان الدوري مثلا الالماني ما فيهوش عداله او نزاهه؟ الدوري الايطالي ما فيهوش عداله او نزاهه؟
الدوري الفرنسي ما فيهوش عداله او نزاهه، ولا هي مشكلتك ان النادي الاهلي مستحوذ على الدوري المصري؟ ده طبعا احنا مش مشكلتنا كنادي اهلي اننا متفوقين، لكن الحقيقه لو في حد عاوز يصنع تنافسيه في الدوري المحلي فمتهيألي محتاج يركز مع فريقه أكتر ما يركز مع النادي الأهلي، يشوف عيوب اللي عنده ويشوف الثغرات اللي عنده ويحاول يصلحها أفضل ما يكون كل هدفه هو أنه يعرقل النادي الأهلي فقط لا غير. فدي عن موضوع التنافسية فارس، لكن كابتن أبو العلا بقى تعرض للعدالة. بما أنك بتتكلم في العدالة وللعدالة وجوه كثيرة، تعال نشوف العدالة اللي انت بتفترض ان هي اهم معايير التنافسية واللي انت خليتها سبب في عدم وجود تنافسية، ده السبب اللي انت استغليته. تعال نشوف العدالة دي. والدوري بالكامل بيتقال من رئيس ناديك ان هو تأجل عشان لاعب. على فكرة التصريح ده انا بشوف ان هو تاريخي، لانه في موسم شهد افتراءات كتير جدا على النادي الاهلي. نطلع ونشوف رئيس ناديك وهو بيقولك ايه عن العدالة. لا، هو مباراه النهارده انا سمعت المحللين هو خطا في التشكيل طبعا. صحيح. يعني انا معهم في كل اللي قالوه. وكان وفي لعيبه لازم تريح، ومنهم اوباما لازم يريح. انا بقوله تاني على الهواء، لازم يريح. ده مش اوباما اللي احنا عارفينه. هل هو مجهد؟ هل هو شبع كوره؟ يعني ايا كان، لكن لازم لاعب زي اوباما لازم يريح شويه، ولازم يتقال لفرجاني ساسي، مش انت فرجاني ساسي اللي احنا اجلنا بطولة الدوري لغاية ما تخلص ماتشتك وتيجي والإصابة بتاعتك تخف منها، ففي لعيبة محتاجة واقفة. مش ده فرجاني اللي أجلنا الدوري عشانه؟ أعتقد ده ملوش علاقة بالعدالة ولا التنافسية، ولا هي العدالة بالكيف؟ الحمد لله إن الدوري السنة دي هيكتمل في عدم وجود فرجاني ساسي. طبعًا الكلام عن العدالة مش بس عن دوري بيتأجل، لأ، ده أبسط حاجة، دي فكرة إن دوري يتأجل عشان لاعب. ده في حاجات تانية كتيرة جدا، ويمكن يتكلم عنها الكابتن أيمن يونس، إن لما راح يقيد لاعبيه وعليه مديونية قال مش هدفع ولا جنيه. إن أنت كمان تسجل لاعبين وأنت عليك مديونية بحجة إن في فلوس جاية لك في المستقبل، ده قاله الكابتن أيمن يونس في قناة نادي الزمالك. لكن يمكن الكابتن أيمن يونس بيقول واقعة مش حقيقية. طب ما نسمع كلام رئيس اتحاد كرة القدم السابق الأستاذ عمرو الجناي. ايدك ولا تمثال ولا تجيب سيرتي، بس خد بالك القيد الحاجه كل الناس دفعت، وانا ما اقدرش استثنى نادي الزمالك، ما ينفعش. فتقال لي الاتي، طب نعمل ايه؟ شوف لي حل. قلت له طب هشوف لك حل. انت عندك النهارده مستحقاتك في كاس افريقيا هتيجي، لسه دي مش جايه، دي لسه هتيجي. اما الفلوس دي لازم هتدفع، هتدفع. فاكتب قول تنازل على المستحقات بتاعه افريقيا. قال لي الله ينور عليك، مفيش اروع من كده. راح بعت واحد، مساء الخير ازيكم، انا جاي يمضي على ايه؟ على المديونيه. مين حضرتك؟ انا اسمي معرفش محمد بدر. طب يا فندم، هنا المفروض اللي يحصل حضرتك تيجي بتفويض من النادي، ان النادي بيفوضك ان انت اللي تمضي على المديونيه، وانت اللي هتقول ان يتم التنازل عنها في الحاله الفلانيه. راح رجع وجي هات التفويض، راح جايب تفويض من نادي الزمالك مختوم، ومن من له حق التوقيع في نادي الزمالك هو اللي ماضي علشان يتنازل عن المستحقات اللي هتجي لك من الاتحاد الافريقي. حصل يا فندم هذا الكلام، رحنا مأيدين كاسونجو والدنيا خلصت. بعدها بيومين اللعيبه حصل فيه تذمر، ان اعتقد ان ايه مستحقات ومش المستحقات. وفاجأ يا جماعة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، روحوا امسكوا في عمرو الجنايني، هو اللي خد فلوسكو. أنا اتحاد الكورة هو اللي خد فلوسكو؟ أنا خدت فلوس نادي الزمالك؟ يا نهار اسود ونايل، ده أنا طلعت فلوس من البنك، جددت عقد لسه كمان من 2022 ل 2027، وفي نفس الوقت كمان المستحقات اللي عليك المفروض ان انت تدفعها جبت لك ليها حل، وحلتها لك على حاجات مستقبليه لسه هتيجي. هطلع اقول اصل انا وقفت مع قدام نادي الزمالك وعملت له كذا وكذا 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 وكذا، يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. شايف يا كابتن محمد ابو العلا، يلي عاوز تتكلم عن فكره العداله والنزاهه، رئيس الاتحاد
بيقيد لاعبي نادي الزمالك على اساس فلوس جايه مستقبليه. انا مش هتكلم ماليش علاقه بالبنك، ولكن بتكلم فيما هو قيد لاعبين. حتى الفلوس دي يا كابتن ابو العيله ما جاتش على اتحاد كره القدم المصري، وطلعت من الكاف على نادي الزمالك في واقع لم ولن تحرز غير مع نادي الزمالك فقط لا غير. فلو عايز تبلغ بقى عن التنافسيه والعداله في كتير قوي يا كابتن ابو العيله. هو الظاهر احنا بدل ما كنا بنقول كده هنقول ابو العيله عايز بطوله، عارف التصريح بتاع ابو العيله عايز بطوله، هو عايز بطوله عشان يبقى في عداله. ولكن اسامه بدا بفكره مهمه جدا، هو ليه ابو العيله اتغير؟ وده اللي يهمنا، هل الانسان عنده مجموعه من المعايير حاططها بيشوف بيها كل حاجه ولا على حسب المكان؟ لا، على حسب المكان، لان ابو العيله اللي شايف ان الدوريات دي بتضيع كلها بسبب التنافسيه وعدم غياب العداله، تعالوا بقى نشوف ابو العيله نفسه كان شايف ايه زمان قبل ما يدخل قناه الزمالك، نشوف الفيديو. هل الاهلي محظوظ فعلا الفتره الاخيره؟ بتشوف فوز الاهلي ازاي يا ابو العيله؟ انا والله انا قعدت في الموضوع ده محتاج دراسه. انا رايي ان تاريخ النادي الاهلي اللي هو بعد الدقيقه ما بعد الدقيقه 90 ده محتاج دراسه فعلا. انا رايي انا كده، انا اصل انا عشت فترات وانا لعيب وانا دلوقتي مثلا مش لعيب، لا الموضوع مش كده، ده الموضوع متكرر بقى اكتر من 10 15 سنه. بعد الدقيقه ما بعد الدقيقه 90 انا نفسي حد يعمل دراسه ما بعد الدقيقه 90. والله العظيم دي تنفع دراسه على فكره. انا فكرت في كده والله. لا بس انا عندي رد، بس ممكن بس هروح بعد بعد انا هبتدي مثلا لو هحاول فلسفه شويه. انا شايف ان لا لو حد بيجتهد او بيحاول يمشي في الظروف اللي هي تبقى مقبوله او اقرب من العدل او اقرب من الصح، التوفيق بيلازمه. انا شايف كده. طبعا فيها جزء كبير جدا حظ وإرادة ربنا والحاجات دي كلها، ويمكن دعاوي الناس. لكن انا شفت في اكتر من موقف تعرضنا ليه احنا في النادي عندنا في الزمالك، كنت بتلاقي العكس، في اخر دقيقه هتخش تلاقي للاسف ما جاتش. كابتن ابو العيله بتاع القنوات المحايده يقول لي كابتن ابو العيله بتاع قنوات الزمالك المشكله مش في غياب العداله، المشكله في غياب المنطق. ونقطه بس بعد المنطق، لان هو المنطق وحاجه تانيه.